نحن قمنا بدراسة، عملنا استبيان للبنانيين بفترة الحراك. كان يهمنا نعرف شو هي مؤسسات الإعلام، خصوصا التلفزيون بيتابعوها، شو هن وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي اللي اختاروها مشان يوصلوا للأخبار عن الحراك، شو هي المؤسسات والمنصات اللي بيوثقوا فيها من ناحية موثقية المعلومات، لأنه في ربط بين شو المؤسسات اللي بيتابعوها عادة، شو هي المحطات اللي بيتابعوها، وشو هي المؤسسات اللي بيوثقوا فيها. الدراسة فرجت 3 محطات محلية بالأساس، الجديد الـ LBC ومحطة الـ MTV كانوا بالأساس كمحطات محلية عم بيتابعوها. سألناهم كمان عن محطات تلفزيونية العربية الإقليمية سميناها، تلفزيون الميادين كان المحطة الأولى، حتى أن الميادين سبق محطة محلية الـ NBN وكان متساوي مع محطة تانية محلية هي المنار، بس يمكن المحطة المحلية الوحيدة اللي سبقته هن 3 محطات أساسية بالإضافة للOTV. بس من ناحية المحطات الإقليمية الثانية ما كان في الأرقام كانت كتير بعيدة، مثلا عن الجزيرة، عن العربية، عن الحدث، عن سكاي نيوز عربية، عن BBC أرابيك كمان. عدد العينة 1000 شخص مبنية على أساس 6 ملايين نسمة بلبنان، مع حيز خطأ 3.1%. عينة عشوائية على عدة مستويات، يعني أول شيء على مستوى المحافظة، بعدين على مستوى المدن الأساسية وبعض القرى، بعدين على أساس البيت، يعني بيدخل الباحث على البيت بيسأل مين عيد ميلاده أقرب شيء، بيعمل معه الاستبيان تكون عشوائية. وبنفس الوقت أخذنا 30% من العينة تكون ناس عم بيتظاهروا بالشارع مش بس بالبيت.